كوزين ام سلطان، مسبوسه بالكريمه اللي كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم. مشيو المقادير وطريقه التحضير، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك، واللي ما مشاركش في القناه يشترك باش يوصلوا اي جديد. كنحتاجوا فيها 250 غرام ديال السميده الرقيقه ديال البغرير، نص كاس ديال السكر، ما تكثروش الحلاوه لحقاش غادي نسقيوها، وكاس ديال الزيت، زوج بيضات يكونوا كبار، دانون فاني، زوج خميرات حمرين، وساشي ديال زهرة البرتقال. في حالة إلا ما كانش متوفرة يمكن لكم تعودوها بساشي ديال فاني. الشكل ديالها هو هذا، كتكون صفرة. صافي، غادي ناخدو خلاط كهربائي، غادي نضيف له الزيت، السوائل هما الاولين باش السميده ما تلصقش لينا في القاع. غادي نضيف طانون بنكهه الفاني، ساشي ديال زهره البرتقال، سنيده، غادي نضيف البيض، واخر حاجه السميده. صافي، غادي نضيف جوج خمارات وغادي نطحنها مزيان تقريبا جوج دقائق حتى تطحن لينا مزيان. غادي ناخذ المول العجيب ولا المول اللي كيكون على هذا الشكل، غادي ندير في الاول الزبده وغادي نرشوه بالسميده الرقيقه. في هذه المرحله مشعل الفران كيكون سخون على 180 درجه، كندخل البسبوسه ديالي الوسط وكنخلي العافيه غير من التحت، كنخلي على 180 درجه حتى كطيب لينا. بعد ما طابت ليا خرجتها وهي سخونه، كتسقيوها بالسيرو، كاس ديال السكر في كاس ديال الماء، وكتخليوه يغلي مع شويه ديال الحامض ومعلقه كبيره ديال المزهر. السيرو كيجي لذيذ بزاف، كتسقيوها وهي سخونه والسيرو يكون بارد، وجدوه هو الاول قبل ما توجدوا البسبوسه. صافي، غادي نسقيها كامله وغادي نمشيو باش نوجدوا الكريمه ديال الجبن اللي كتجي زوينه بحال الشكل ديال المهلبيه، غير هي ما فيهاش السكر، ما كنديروش فيها السكر، داكشي علاش كنسقيوها في الاول. كنحتاجو نص سيترو ديال الحليب في جوج معالق كبار ديال المايزينا، كنخليهم فوق النار حتى كيعقدوا وكنطفيو النار. صافي، هنايا طفيت النار، غادي نضيف معلقه كبيره ديال المزهر، غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا الزهر مع الخليط. في هذه المرحله كيف ما قلت لكم انا طافيه النار، غادي ناخد جبلي، جبن جبلي، حتى يمكن لكم ديروا بيرلي ولا ديروا دانون مسوس ولا ديروا دانون ديال فاني. صافي، غادي نخلط مزيان حتى ينسجم لي الخليط. صافي، وغادي نخويها على نخويها على البسبوسه، ما تخليوهاش حتى تبرد، ولا ما كتعرفوا مايزينا دغيا كتجمع. غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاوش ليا الحبيبات ديال الجبن باينين. من بعد ما تشربت لي البسبوسه السيرو، غادي نخوي عليها الكريمه اللي وجدنا وهي سخونه،
غادي نخويها على البسبوسه وندخلها للثلاجه حتى كتبرد لينا مزيان، وكتزوقوها باش ما بغيتو من الفوق يمكن لكم تخليوها عاديه، ولا ديروا اللوز ايفيلي، ولا ديروا البيستاش، يمكن لكم ديروا اللوز العادي كركاع، الزواق كيبقى على حسابكم. كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم لا فيديو ديال اليوم وتجربوها لحقاش كتستحق التجربه. وما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم، اللي ما مشاركش في القناه يشترك باش يوصلوا اي جديد، ونتلاقاو فيديو جديد وفي وصفه جديده، وصحه وراحه.